اوتار يا اوتار عمي وين هيدي؟ لك شو قصتك بتضلك نايمه؟ ما تكوني حبلة؟ حبلة؟ لا يا الحمد لله هلا مش وقتها. يا خليل شو ناتا حطيتي لي هون؟ شو هالجنزير حطيتيه برقبتك؟ وين في جنزير؟ جنزير هاد هيدا سلسال. سلسال بيكون سلسال رفع الاصبع. اصبع ليش اصبعي هيك؟ شو هذا خشبي؟ شو هيك شو؟ ولا اقول لك عم شوف الاشياء كبيره ولك يا عمي هدي هدي يا عمي اعطيتيني هذا بشوف عن بعيد انا بشوف عن بعيد هاتي لي شو هالسلسال الحلو هذا منين جبتي هذا؟ هذا السلسال ذهب بعت لي اياه اخوي ملحن من اذربيجان. من اذربيجان؟ انا اموت في اخوك ملحن والله. وهذا شو كم عياره يعني قديش بيسوى ثمنه؟ هيدا عيار 13 بيسوى 22 دولار شادي. قديش بيسوى؟ 22 دولار شادي. ما بقدر اتحمل انا 6 دولار انا بوقع من البناية. 22 دولار. طيب وهاد هاد شو عياره مزبوط يعني ذهب 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 اذربيجاني اذربيجاني؟ شو صار صاروا الاذربيجاني؟ طيب لكن فين اطلب منك شغلي؟ هات لنبيع هالسنسال ونشتغل بالاغنيه اللي حضرتها انا اللي 6 اشهر انا قاعد احضر فيها 16 سنه واكتب فيها 18 سنه وانا تفوت براسي من اطلع من دنتي من دنتك. اللحن موجود الكلام موجود والاستوديو موجود ناخذ مصريات السنسال بندفعهم بنسجل الاغنيه بنقبض الفقر. لا 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 مستحيل يا شادي مستحيل. يا اختي ليش؟ لا هيك ما ب... ما ما يا اختي اختلاس اعطيني اياها اختلاس ببقى برد لك اياها مش رح نفرط فيها. انا لما بيعها واعمل ونطلع مصاري باذن الله رح اجيب لك احسن منها رح اجيب لك عيار مش 13 لا 13.7 يا اقوى بكثير من هذا. لا 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 ما رح خلي التاريخ يعيد نفسه ما بيعيد نفسه صدقيني خلينا نبيعها. لك اسمعي هلا انا عامل هذه الأغنية اللي قلت لك عنها ها اسمعيها إذا عجبتك وحبيتيها خلعيه من رقبتك وش بقيني فيها قولي له روح انقبر اعمل غني. أنا بسمع وبعدين بحكم بلش غناي غناي. شوفي هيدا لحن هيدي أغنية ما حتشوفي فيها بحياتك تفضل. أنت دغري على البنبان بنباني دغري. لا خدي هذا. شو هذا؟ هيدي لالي لا هذا مفتاح. شو هالمفتاح هذا؟ هذا مفتاح الصبر. خليه. وهذه لا هذه مخت فيها هذا الغناء. الغناي ما تطلعي اخذها من هذا صديقي هيك بيعمل فيها. اسمعي لالي كلام لحن جديد ما حدا سمعه اللحن ابدا. اسمعي لالي سامع هاللحن؟ لا ولا انا. على بابي واقف زلمين واحد عالدرج واحد بده مني دينه فكره اجى الفرج. إجا؟ على اجى اجى الفرج منشان الخليج. لم يعمل خليج. لم يعمل خليج. بابي على بابي واقف زلمين يعني إن إيه هذا بيكون فاتو شو المجاويز جمع مجوز المجاويز. شادي عليك شهرين قصت الكهرباء ألا واحد من الاثنين بعد مرحبا وأنا بدي فعله من وين أنا بدي فعله من وين وأنا غاطس بيها الدين والعود. شوفي شوفي عيد. كيف 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 عيدها عيدها والعود عندي سواس ولا ضربت بلحين. شو رأيك بلدي بشرفي؟ ما بعرف سامعة بتلا؟ لا ولا رح تسمعي أبدا. تعرفي شو بدو يعملوا الناس؟ شو بدو يعملوا ثورة يطلعوا يكسروني بقى. تعطينا السلسال؟ يا شادي أنا ما بدي فرد فيه يعني أنا بفرد فيه بحالي وحدي بس. وهي لما بدي جيب فيكيت فرو دجاج. يا لعن أبو الدجاج قلنا لك بنجيب لك فرو شرادين فرو فيران مكترين الدنيا. ولك يا عمي هلا إذا فضنا على الأوضة ما بنخلي صرصور ما بنعمل لك منها. أعطينا إياها خلينا نتسلسل. هاتي تفضل خلص. إذا تنكي أنت ما تروحي خسراني. تفضلي تفضلي بلعزي. لكي ما أحلاها تعرفي ليش؟ ليش؟ هيدا علامة الانتصار. إيه ما ننكسر الدنيا وأنا حاطت فيها نقطة زيت مشان ما تشرشر. أيوة يلا. فينا ناكل سوا. فينا سوا.